طلعت ان شاء الله اصور. لحد الان مطالبنا كل شيء ماكو، نطلع من 2011 ولحد الان مطالبنا سوفت، بس احنا مطالب ربطناها، احنا نريد رئاسه حكوميه ويطلعون كلهم من الغبره، يطلعون من الغبره بعد ما نريدهم، يعني كفايه، يعني شو معنى خام وغيم، شو معنى مظالم، وشو معنى اشكال، لا كهرباء ولا ماي ولا شوارع ولا عطال بطال هواي موجودين، وجوع موجود، فقر موجود. الحكومه لم تتحرك ساكنه لاي موضوع ممكن انه يثبت انه للشعب انه هي ناويه على اصلاح، لا من تشريعات، لا من خدمات، لا من تعيينات للشباب، فاكيد راح تتظاهر واكيد الشعب راح يبقى يتظاهر واكيد الشعب راح يبقى يصر من اجل نيل حقوقه ومطالبه المشروعه. هذول جايين يغيرون ذول الفاسدين الاحزاب الكذا، اما معلومه العبادي، العبادي ما يسوي كل شيء لانه مغلوب على امره، اول ما استلم الولايه قال ساقضي على الروتين، زاد الروتين، هاي وحده، اضرب الفاسدين، خلص ولايته وما ضرب الفاسدين، فاحنا يحتاج لنا حاكم عسكري والمحافظ وتلغي المجالس المحافظات، وبالنسبه للمحافظ ينتخب من قبل الشعب. خلال 15 سنه المواطن عانى من جملة فساد وقلة خدمات وانتشار البطالة بين صفوف أبناء شعبنا. حكومة لا تمتلك برنامج ولا تمتلك مصداقية قائمة على الانتساب إلى الطائفة والمذهبية وتاركة العنصر الوطني الكفو المخلص. الاختيار قائم على أساس إيش قد ثقة هذا يولد لي أقدر أخليه إلى جانبي بالسلطة، أما الكفوء والمقتدر واللي يمتلك إمكانية فهو بعيد عن السلطة. نريد هسه تغيير واقعي لواقع هذا البلد، تغيير نريد جذري، تغيير الحكومة، تغيير البرلمان، تغيير القوانين، تغيير المؤسسات، تغيير كل شيء في هذا البلد من الأساس. في محافظة بابل تجددت التظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل. المتظاهرون ومن أمام مبنى المحافظة طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات كالماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلا عن استحداث درجات وظيفية للمحافظة، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات لحين الاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة.